تغطية دفاعية عندما حصل على الكرة ثلاثة لاعبين دفعة واحدة معه. الكرة ليبيا لمسة على جهة اليسار أردا توران فيا يحاول أردا توران على اليسار يحاول التركي خطير الآن وكرة عرضية لمستعطف فيا الكرة على الطاير فيا يطير بالأتلتيكو في الفيسنتي كالديرون يا إلهي شوف اللقطة اللمسة الجميلة من أردا توران إلى فيا ثم إلى أردا توران وكرة رائعة عرضية من التركي يلعبها لفيا وقوية جميلة ساحرة رائعة مركزة ضربة من نار أتلتيكو من نار ولع المباراة ولع النهائي الذي سجلوا في مرمى دلقادو الذي سجلوا في مرمى البارسا بالذات كرة تعود مرة أخرى شافي يلعبها على جهة اليمين خطيرة جوردي ألبا الجميلة وكرة عندك من الآن دخل أغليل قلوبهم أصبح معشوقهم شوف اللقطة الله يا بارسا عرضية من داني ونيمار بالرأس روعة 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 البارسا يعودون عن طريق نيمار يسجلون يتعادلون لم يخسروا ولا يريدوا أن يخسروا ولم يعتادوا على الخسارة.